مع وصول فيروس كورونا إلى مصر، زادت المبادرات التطوعية من فئات عمرية ومجالات مهنية مختلفة في محاولة التصدي لهذا الفيروس بأقل خسائر ممكنة. فسائقو سيارات الأجرة في مصر يحاولون المساعدة بمنع الفيروس من الانتشار ليبدأوا العمل ضمن إجراءات الوقاية، فمنهم من قام بالمساهمة لمساعدة الأطباء بالتنقل بالمجان امتناناً لما يبذلونه من جهود جبارة في هذه الأيام. والله هو حب البلد هو اللي خلاني خدت هذا الاتجاه يعني، وبعدين الدكاترة دي طول عمرها يعني خدمانة، فلازم نقدم لها برضو الخدمة في وقت المناسب. قلق يخيم على الناس عامة في شوارع البلاد، وتباينت ردود الفعل خوفا من الإصابة بالفيروس، فلجأ بعض سائقي سيارات الأجرة إلى وسائل بسيطة لحماية أنفسهم وزبائنهم. أنت مش قادر تحدد المصابين، وإن المصاب ما بيعرفش يحدد نفسه هو مصاب ولا لأ، أنت ممكن تكون نفسك ناقل لكل اللي يركب معاك، فبالتالي أنت أنا قلت أعزل ما بين الراكب، مش قادر أقول للراكب أنت عندك كورونا ما تركبش معايا. يعني طبعا دي لقمة عيشي، فمش ينفع اقول له لا انت ما تركبش معايا عندك كورونا، او انت عندك كورونا ولا ما عندكش، فانا عشان احمي نفسي واحمي اي راكب تاني يركب بعد منه. سجلت الحكومة المصرية اكثر من 40,000 اصابة ووفاة ما يقارب 2,000 شخص، وبحسب توقعات نائبة رئيس لجنة مكافحة الكورونا في مصر فان الاعداد في تزايد. فهل ينجو الشعب المصري من هذه الجائحة بجهود ابنائه في ظل تخبط حكومي منذ بداية الازمة؟